السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الكريم. رمضانكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله أول درس ليات، مش درس، لكن رجعت بعد ما قررت التوقف. وفي الفيديوهين السابقين ما قلت لكمش كيفاه رجعت وكل شيء. المهم أنا يوم ما قررت أني نتوقف كنت جادة تماما في الموضوع، لأنه كنت لازم نتوقف، والحمد لله أني اتخذت القرار في الوقت المناسب. لأنه بعدها في الحقيقة بأسبوع ولا حاجة مباشرة أجريت العملية على يدي هذه. أني هذا وين بديت شوية النبرة وكل شيء، بصح مازلت مانيش نستعمل فيها كثير. وقلت أني نبقى متوقفة مدة طويلة، والله ما كنتش مخمن نهائي كيف راح ندير. الحقيقة توحشت قناتي، توحشت أخواتي المشتركات، تعليقاتهم، توحشت الدروس، توحشت كل شيء. ما قدرتش نتوقف، قلت معليش مدامني ريحت شوية نرجع بحوايج خفاف فقط لي ما نتعبش فيهم كثير، وراح إن شاء الله نركز على الدروس النظرية. هذه الحاجة الثانية، الحاجة الأولى. والحاجة الثانية كما راكم تعرفوا هذه الفترة اليوتيوب قاعد يراجع في القنوات. الحقيقة خفت أنه كشما يديروا لي القناة ولا أي حاجة، المهم مانيش عارفة، لكن قلت ربما نكون نبقى متوقفة من بعد ترجع لي بندامة ونقول يا ريتني أرجعت في الوقت المناسب. هذا أحد الأسباب أيضا اللي خلاني نرجع. ثم تعرفوا أخواتي أنه قناتي نوعا ما قديمة، راني من 2015 وتعبت فيها، ورغم ذلك مازلت ما وصلتش ل 100 ألف، لكن معليش مادامني راني ناس متبعيني وناس يستفادوا مني معليش إن شاء الله. وهذه كلها راهي أرزاق من عند ربي، يعني واحد يرزق ربي بالصحة، واحد بالعافية، واحد بالأولاد، واحد حتى عدد المشتركين، هذا رزق من عند ربي وتوفيق من ربي، كل واحد واش مكتب له. إنسان يرضى ويجتهد. إن شاء الله اليوم جبت لكم هذه. أنا ما نحبش نخدم كثير في العشر الأواخر بصراحة، هذه تاعي تاع العيد، حبيت نخدمها قبل ما يوصل العشر الأواخر. كابيل لي مدة وأنا حابة حاجة كابيل. حبيت اليوم نوريكم هذو حتى يتباعوا. إنسا مديرين منهم مشاريع ما شاء الله، راكم تشوفوا. نعطيكم منين يتكون، نتأكد من الصورة منين يتكون. هو هكا نشريوه، هكا نشريوه، راهو من العام اللي فات مش جدد ولا حاجة، لكن هادو لي موتيف كل عام يجدوا فيهم. هكا نشريوه، نشريو هادو. هذه الزفارة الأمامية وكاينة الخلفية وكاينين ليمونش. أنا مانيش حندير زفارة، حنعمل هادو ليمونش. ليه منه شوازات؟ تما تعرفوا شوازات ساعات تطوال مع الغسيل تطوال. قلت انا نكون ندير زفيره مره اخرى ما نلقاش واش نعمل لها، ايا من راح نعملها خفيفه برك. واش راح ندير؟ نوري لكم كيفاه مخدومين. هي فرصه للمشاريع الصغيره، البنات اللي ما يعرفوش يخيط، اللي ما يعرفوش يفصلوا ويمشيوا الماشينه مليح، يمشيوا آلة الخياطه مليح ويتحكموا فيها، هذه مناسبة جدا. والحقيقة والله مربحين جدا. مثلا نقول لكم كيف شريت هذه بربعين ألف، كارونت ميل، هذه بربعين ألف، هذه بربعين ألف، وخدتها لكون نشريها بربعين ألف. تسمع حاجة كما هكا نشريها قده تجيني 160 بلا ليمونش، 160. وهما مش هزين، هما صح فيهم خدمة لكن مش يهزين خلاص، لانه الرولو هذا تاعو ما عبليش واقيلا راه يدير 7000 فرانك ولا رولو كامل يخدم لهم ما شاء الله. يعني شوفوا كيف خادمينو، خادمين دايرين فيزلين، دايرين النوع المتوسط، دايرين هذا التيل، هذا احنا نسميوه في الشرق تيلو، يعيطولو هكا تيلو، هو التيل. وفي الغرب يسميوه الفينا. فيزلين على فينا، ترسموا المقاسات تاعكم وترسموا الرسم والموتيفات، وفيه ما شاء الله لموتيف. الان راح نشوفوا، لانه اليوم راح نشوفوا فقط الصدر، وباذن الله المره الجايه راح نشوفوا فصاله هذه وطريقه تركيبه ان شاء الله. راح نشوفوا الصدر، لازم المقص يكون مليح،
نبدا نقصو باذن الله هكا عادي. هذه يعني قلت لكم يدي هذه مانيش نخدم فيها نهائي. ها هكا وتقصوا، المهم المقص يكون مليح وتقصوا بحذر، تعودوا تقصوا هذاك السوتاج. ها هكا فقط الفيديو تاع الحجاب ما حبيت، قلت لكم اني صورت الجزء الاول ما حبيتش نعرضه لاني حتى وين عرضته دوكا ننشره عفوا مانيش راح نخيطو دوكا، فيه شويه خدمه كثيره، قلت معليش مره اخرى باه كي نعرض نعرض الجزئين مع بعضاهم. هكا راهو ما يصرى والو، منهتيل اصلا ما يستنسرش، وزيد شدوا الفيزلين بعدا راهو شدوا ديجا. المرة الجاية راح نشوفو إن شاء الله في صالتها هذا هو بعد ما قطعت، واني مزلت نزيد نعدل شوية واش تجيو لازم ديرو لهنا. هذا باك وين البلايص اللي قطعتهم لازم تحرقو هكا وإلا يستنسر لكم، لأنو السوتاج راهو يستنسر. ها لهنا ثاني هكا حرقو مليح هكا وخلاص. ويكون صدر تاعنا هكا اللي راح نشوفو المرة الجاية كيفاه راح نفصلو القندورة ان شاء الله، وكيفاه طريقة تركيبو ان شاء الله. انتظروني في الفيديو الجاي ونقول لكم صحة فطوركم، ربي يقبل ان شاء الله الصيام والقيام، ما تقعدوش بزاف بزاف قدام التلفزيون، ما تضيعوش وقتكم، في امان الله.